من دراساتي الأخيرة أني قمت بتشريح مخ المرأة ومخ الرجل، اكتشفت أن مخ المرأة سعته فقط 2 جيجا إلى 3 جيجا عند بعض الحريم، ومخ الرجل يصل إلى 60 جيجا ما شاء الله. ولذلك تلجأ بعض الحريم إذا يعني تحست أن 2 جيجا امتلت تفرغ كل أسرارها ومعلوماتها للآخرين. ليش؟ هذا شيء فسيولوجي، علشان تستوعب شيء جديد ومعلومات جديدة، يعني تفرغ الذاكرة عشان تستوعب معلومات جديدة. كذلك تلقاهم مع بعض لما يجتمعون كل الحريم يتكلمون، هم قاعدين يفرقون بس عشان يستقبلون المعلومات الجديدة. الرجال لا، ما شاء الله تستوعب، ولذلك ما يعني يحافظون على أسرارهم. والحريم لو ما فعلوا هذا الشيء هنقوا كلهم. الراجل ده يا أخي سبحان الله.